تضمن خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي؟ ولماذا ألقى خطابه باللغة العربية هذه المرة؟ وما هي الدلالات الاستراتيجية لزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت؟ قال المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأعداء لن يحققوا النصر أبداً على حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، مشدداً على أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والسلام، لكن التدخل الأجنبي هو المشكلة. وأضاف في خطابه خلال تأبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتقد في وجه المحتل الذي أهدر حياته، معتبرا أنه لا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم. وأكد السيد علي خامنئي أن الخطوة التي قامت بها القوات المسلحة الإيرانية في مساندة غزة قبل أيام قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة، مشددا على أن إيران ستقوم بما هو ضروري بقوة وحزم، ولن نتهاون ولن نندفع. ووصف خامنئي الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله بأنه كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين، مشيرا إلى أن العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير. وتحدث خامنئي باللغة العربية في خطبته، في خطوة نادرة الحدوث ولها دلالات عديدة، أبرزها أنه يعكس اهتمام إيران بالتواصل المباشر مع الجمهور العربي في العالم الإسلامي. واللسان البليغ لشعوب المنطقة بالدرة العربي. وجاء هذا الخطاب بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت. فما تفاصيل هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى بيروت؟ وماذا جرى في كواليس اللقاء بين عراقجي والمخاطي وبري؟ وصل وزير خارجية إيران عباس عراقجي اليوم الجمعة إلى مطار بيروت. وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد. والتقى عراقجي رئيسي الحكومة والبرلمان اللبنانيين، وأتت هذه الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في عملية نوعية نفذتها إسرائيل، بالإضافة إلى اغتيال شخصيات إيرانية بارزة مثل القيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيرفروشان في ضربات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. قدم وزير الخارجية الإيراني التعازي في الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعباس نيرفروشان القائد بالحرس الثوري ورفاقهما، معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلها دبلوماسيو إيران في بيروت في هذا الوضع الحرج، حيث أكد عزم بلاده على دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي. كما أكد عراقجي أن جرائم الكيان الصهيوني الوحشية مصداق بارز لجرائم الحرب، ويتوجب على الدول الإسلامية والعربية بذل كل الجهود لتحشيد المنظمات الدولية ضد إسرائيل. بدوره أسف الرئيس ميقاتي لعدم فعالية مجلس الأمن الدولي في وجه مغامرات الكيان الصهيوني الخطرة، شاكرا إيران على الدعم الذي تقدمه إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة. وبعدها التقى عراقجي برئيس مجلس النواب نبيه بري، بحيث أكد عقب لقائه أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل تصدي لبنان للعدوان الإسرائيلي، وأردف أن الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن النفس بناء على ميثاق الأمم المتحدة، وما فعلناه كان ردا على استهداف الأراضي والمصالح الإيرانية، وأن أي خطوة غير مدروسة للكيان الصهيوني سيكون رد إيران أقوى.